السلام عليكم. بدأنا النهاردة في العمر 18 يوم نخلط الخشن مع الناعم في اطباق التحضين علشان ما نحطش الخشن اللي هو العلف النامي 21%، ما نحطهوش مرة واحدة للفراخ بتاعتنا فتستغرب ويكون منقرها او بقها مش متعود على العلف الخشن. زي ما انتم شايفين هي تاكل حباية العلف مش عارفة تمسكها. فلذلك بنصح اي حد بيربي فراخ على كل المستويات، مستوى التربية المنزلية او المزرعة، ما ينزلش بالعلف الخشن النامي 21% مرة واحدة، بل يتم الخلط بين العلف البادي والعلف النامي تدريجيا عشان الكتاكيت بتستغرب العلف الخشن ده هوت لما بتحطه وبتحاول. زي ما انتم شايفين اهيت الفرخ اللي قدامنا ده هوت اهو لقط الحباية العلف وقعت منه بيحاول عمال ياكلها، كل واحد على الارض اهوت زي ما انتم شايفين اهوت ده هوت وقعت منه وده هوت بيدور عليها. فلذلك بنصح اي حد بيربي فراخ بلدي ساسو يعمل عملية التدرج في وضع الاعلاف علشان عملية الاستغراب وعشان الكتكوت اكله ما يقلش، فبالتالي يخس الكتكوت ده هوت بسبب التغيير المفاجئ للعلف. شكرا لحضراتكم.